الرحمن الرحيم، ربي أطلق لساني وأخلص شيطاني وفك رهاني، واجعل حديثي في سبيلك لا حديث سمعة ولا رياء، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك علام الغيوب. إن شاء الله بهذا الفيديو رح نحكي عن الـ Drugs of the Hyperlipidemia والـ Drugs of the Shock، ولكن قبل ما ندخل بتفاصيل هذا الموضوع في عندي أكمل محاضر في عندي أكمل ملاحظة أحكي لكم إياها في البداية. أول إشي، إيش هي الأمثلة المطلوبة للحفظ من الأدوية اللي إحنا حكينا عنها من أول فيديو لحد هسه؟ المطلوب حفظها هم الـ Enzymes Inducers، الـ Enzyme Inhibitors، الـ Drugs Interaction، الـ Pharmacogenetics Types of the Receptor، وأخيراً اللي هي الـ Drugs المذكورة في كل System، يعني الـ Drugs اللي مرت معنا في الـ Autonomic Nervous System واللي راح تمر معنا في هذا الفيديو والقادمة إن شاء الله هي للحفظ. طيب شو بالنسبة للمعادلات؟ معادلة الـ BKA مش مطلوبة للحفظ، أما معادلة الـ Volume of the Distribution، الـ Maintenance Dose، الـ Loading Dose، وأي معادلة تم ذكرها في المحاضرة هي للحفظ. في شغلة ثانية بالنسبة له اللي هو طبيعة الامتحان، الدكتور بيحكي انه ما رح يجيب ولا اي كلمة برا اللي هو البي دي اف. طبعا انا ليش او شو هدفي من اني احكي لك هاي الملاحظات؟ علشان اذا كنت ما بتسمع الريكورد او ما بتحضر المحاضرة ما يفوتك اي اشي. طيب بالنسبة لموضوع محاضرتنا لليوم اللي هي الدراجز اوف دي هايبر ليبيديميا والدراجز اوف دي شوك، هذول الموضوعين يا سيد العزيز هم من حيث لو التقسيم اللي احنا اعتمدنا عليها او اللي بلشنا فيها في الفيديو السابق، انه في الفيديو السابق احنا حكينا عن الدراجز ريليتد تو ذا اوتونوميك نيرفس سيستم. هلا الهايبر ليبيديميا والشوك هي عباره عن ديس اولدرز، بعض العلماء بينسبها ماشي لا الكارديوفاسكولار سيستم، وعلماء ثانيين بيحكي لك لا اتس ريليتد تو ذا هيماتو ليمف سيستم اللي هو السيستم تاع البلد. طيب ليش انا بحطها في الكارديوفاسكولار سيستم او في الهيماتو ليم سيستم؟ لانه هذول اللي هم التو ديس اولدرز اي حد بيكون عنده هايبر ليبيديميا او شوك تمام بيكون اللي هو ات هاي ريسك فور ذا كارديوفاسكولار ديس اولدرز. يعني الهايبر ليبيديميا اي شخص عنده هايبر ليبيديميا بيكون عرضه بشكل كبير لا اللي هو الاسكيميا كار ديزيز. اي شخص عنده هايبر ليبيديميا بيكون عنده مشكله او اللي هو او تحت خطر اللي هو الاثيروسكليروسيس وغيرها من هاي الاشياء اللي هو تضيق في الشرايين وغيرها من هاي الديس اولدرز. فهاي ديس اولدرز بحد ذاتها هي تابعه للكارديوفاسكولار سيستم في جنب، وفي جنب اخر اللي هي تابعه للهيماتوليمف سيستم باعتبار الهايبر ليبيديميا بتعريفها الحرفي هي ارتفاع نسبه الكوليسترول او الليبيد ان جنرال تمام في اللي هو في الدم. طيب انا قبل ما احكي عن اللي هو تفاصيل الهايبر ليبيديميا او تفاصيل اللي هو الشوك، اولا لازم نتفق انه الهايبر ليبيديميا والشوك هي من ابسط المواضيع اللي استخدمها الدكتور كانترودكشن اللي هي الدراجز اوف ذا cardiovascular system. يعني بدراستي راح اعتبرها كجزء او اللي هو عندك مواضيع related to the drugs او الفارماكولوجي تاعت cardiovascular system. طيب وكالعادة قبل ما نبدأ بالدرجز الخاصة بأي disorder او بأي system معين لازم نفهم الفسيولوجي تاعت هذا disorder. هلا بهذا الفيديو احنا ما راح نشرح الفسيولوجي of the cardiovascular system تمام، وانما راح نكتفي بشرح الفسيولوجي تاعت اللي هو الهايبرليبيديميا الباثولوجي تاعت اللي هي الشوك. او بلفظ ادق الباثولوجي اوف ذا هايبر ليبيديميا والباثولوجي اوف ذا اللي هو شوك. طيب هلا يا سيد العزيز بالنسبه ل اللي هو الهايبر ليبيديميا بالاول رح نتسلسل شو هو الوضع الطبيعي تمام اللي بيكون في جسم الانسان، بعدين كيف بيصير عند الانسان هايبر ليبيديميا، بعدين رح ندخل بانواع وتصنيفات اللي هو الهايبر ليبيديميا، واخر اشي ندخل للجزئيه الخاصه بالفارماكولوجي اللي هي الادويه المعالجه للهايبر ليبيديميا تمام. رح نجاوب مع بعض على السؤال هل اي شخص بيصير عنده هايبر ليبيديميا لازم اعطيه ميديكيشن او لا، وبعد هيك ان شاء الله رح نروح نشوف الشوك ماشي كيف الانسان بيصير عنده شوك، شو هو اكبر خطر بيكون تحته الانسان ماشي لما بيتعرض لشوك، ليش بعتبر الشوك ماشي هي لايف ثريتنج يعني مهدده لحياه الانسان، وبعدين بحكي عن اللي هي الميديكيشن تاعت اللي هو الشوك. بس مش قبل ما احكي عن الديفيجنز او انواع اللي هو الشوك لانه بتفرق معاي اللي هو نوع مثلا الشوك او نوع الهايبر ليبيديميا لازم انا اكون عارفه لانه بيفرق عندي الميديكيشن تاع كل نوع عن الثاني. فبسم الله نبدأ. خلينا بالأول
نحكي عن اللي هو شغلة متعلقة بغذاء الإنسان. أنت بتعرف إنه الإنتك اللي بياخذه الإنسان من الأطعمة بيكون بيحتوي على مجموعات غذائية بكل أنواعها، بياخذ كربوهيدرات، بياخذ بروتينات، بياخذ فيتامينات، ومن ضمن الأشياء اللي بياخذها الإنسان في الأغذية أو في الأطعمة اللي هي الليبت. ماشي، هو بياخذ عندك اللي هو الليبت كمادة. هلا بحكي لك انه الليبت ماشي في منه انواع كثيرة ومختلفة في الأطعمة. في عندك اللي هو الكوليسترول، وفي عندك اللي هو إشي بنسميه الترايجليسرايد. تمام، اذا في عندي اول نوع بنسميه الكوليسترول، وفي عندك إشي بنسميه اللي هو التراي جليسرايد. هلا الكوليسترول والتراي جليسرايد وغيرها من انواع الليبت، في عندك مركبات ليبت ثانيه ماشي اللي هي هون خلينا نكتبها الاذرز. هاي المركبات كلها اول الانسان ما بياخذها بتنزل وين؟ بتنزل كلها عندي في الليفر. ماشي، بتنزل في الليفر، واحنا بنعرف انه الليفر معروف عنه هو افضل مكان في الجسم ممكن يعمل بروسيسنج، لا اللي هو للماتيريالز او للمواد الداخله للجسم. هلا خلينا نتفق قبل ما نعرف شو وظيفه الليفر في هاي المواد، انه الكوليسترول ماشي والترايجليسرايد او الليبد بشكل عام هي عباره عن مواد ماشي بطبيعتها بتكون ليبت سوليبل، يعني وبنفس الوقت هاي المواد الليبت سوليبل بيكون لها وظائف ماشي مخصصة حسب التشيو اللي بتنزل فيه. مثلا على سبيل المثال نيجي على الكوليسترول. هلا الكوليسترول ما له وظيفة عامة ماشي في جسم الإنسان، لا حسب التشيو اللي باخده أنا بينزل فيه الكوليسترول بيكون عنده وظيفة. مثلا الكوليسترول بيستخدمه هي بتستخدمه الخلايا بشكل عام ماشي علشان تصنع عندي ايش اللي هو السلمبرين تاعها. مثلا الكوليسترول بيستخدمه الليفر، لما بيدخل عندي على الليفر بيستخدمه الليفر علشان يطلع اشي بنسميه البايل اسيد. ماشي، اشي بنسميه عندك اللي هو البايل اسيد. طب ايش هذا البايل اسيد؟ انا بستفيد منه، بستخدمه في عملية الدايجستشن. الكوليسترول لما بيروح على السكن بيصنع عندي اللي هو الفيتامين دي. ماشي، اذا شو بيصنع عندي اللي هو الفيتامين دي. لما بيروح على الجلانز بتستخدمه الجلانز في تصنيع اللي هو الهرمونز. اذا عندك الكوليسترول مثلا بحد ذاته ما بستخدمه انا لوظيفة معينة. طيب نيجي الان على الترايجليسرايد. الترايجليسرايد بحد ذاته ماشي بايش انا بستخدمه؟ بستخدمه كمركب طاقة، الخلية تستخدمه كمركب للطاقة. طيب هلا اتفقنا انه انا عندي ماشي اللي هو الكوليسترول، تمام، واتفقنا انه انا عندي اللي هو الترايجليسرايد، واتفقنا انه في عندي كمان انواع اخرى من الليبت، وحكينا انه هاي كلها لازم انا اوديها للتيشوز معينه موجوده عندي في الجسم. ولكن رجعت حكيت لك انه سواء الكوليسترول سواء الترايجليسرايد او اللي هو الليبتز ان جنرال كلها بطبيعتها هي عباره عن لايبو فيليك ماتيريال، وعشان اوصلها للتيشوز المفروض امشيها في السيركوليشن تاع جسم الانسان، والبلد ما بتمشي فيه اي مادة بطريقة حرة الا اذا كانت ايش ووتر سوليبل. تمام، طيب كيف بدي اتصرف مع هاي المواد باعتبارها اللي هو عندك ليبد سوليبل؟ بتصرف معاها باعتبارها ليبد سوليبل يا سيد العزيز باني اوديها على الليفر. اذا هاي المواد وين بوديها؟ بوديها على الليفر. طيب شو رح يعمل لي الليفر؟ كلها هاي هيك بوديها على الليفر. الليفر رح يعمل لها بروسيسنج. هاي البروسيسنج كيف بتصير؟ خليني اشرح لك كيف بتصير عمليه البروسيسنج بشكل عام، يعني ما راح احكي لك مثلا عن الكوليسترول لحاله ولا عن الترايجليسرايد لحاله. طيب هسه انا راح افترض معك انه هون انا عندي هذا الليبد، راح افترض معك انه هذا عندي هون اللي هو الليبد ماشي، دخلته على اللي هو الليفر. بس فات على الليفر، الليفر شو راح يعمل له؟ راح يجيب عندي هذا الليبد ويضيف عليه مادة اللي هي مادة البروتين. كيف رح يضيف عليه؟ رح يلف حوالينه ماشي، رح يلف حوالين اللي هو الليبد اللي كان عندي هون، رح يلف حواليه بروتين، فرح يطلع عندي مركب ثاني مختلف ماشي عن المركب اللي أنا بلشت فيه، إشي بنسميه اللي هو عندك اللايبو ماشي بروتين. تمام، استراكشر جديد إشي بنسميه اللايبو بروتين. هلا هذا اللايبو بروتين رح يكون عندي ووتر سوليوبل،
لايب بروتين حيكون عندي ووتر سوليبل، بحيث انه انا لما امشيه بالسيركوليشن راح يقدر يدخل عندي في اللي هو السيركوليشن عادي، وبعدين راح يتفرع الى اللي هو التشيو بتاعت الجسم ويعمل اللي هو الفانكشن تاعته حسب التشيو اللي نزل فيه. تمام. طيب هلا عندي اللي هو اللايب بروتين اللي راح يكون هون عندي، اللي طلع عندي من الليفر قبل وبدي يروح على اللي هو السيركوليشن. حكيت لك انه بيفرق معاي اللي هو نوعه حسب اللي هو الليبيد اللي انا بلشت فيه. مش انا بلشت من اول ليبيد وبعدين هذا الليبيد انا حولته للايبو بروتين وبعدين هذا اللايبو بروتين مشيته في السيركوليشن لحد ما وصلته للتيشيو. تمام. هلا بالنسبه الى اللي هو عندك اللايبو بروتين الناتج عندي هون بيعتمد على اللي هو الليبيد اللي انا اصلا بلشت فيه من هون، يعني كوليسترول، ترايجليسرايد او اي نوع ثاني، بالاعتماد على هذا الاشي بدون ما نفوت بتفاصيل يعني انه مثلا كل واحد شو بيعطيني. هلا عندك اللايبو بروتين في منه انواع، ماشي؟ في عندك اللي هو نوع بيكون بيحتوي على اللي هو الكوليسترول الترايجليسرايد بنسبه من 80 الى 5 من 85% ل 90%، فبنسميه كيلو مكرون. في عندك اللي هو لايبو بروتين ثاني بنسميه اللي هو ايش عندي الفي ال اللي هو دي ال. هذا كثير مهم. شو فكرته هذا ال في ال دي ال؟ اول اشي هو عبارة عن very اللي هو low density lipo protein، هيك اختصار الكلمة very low density lipo protein. هذا المركب يا سيد العزيز طبعا بيتم تصنيعه في الليفر، لما بيصير له بيخضع لعملية الهيدروليسز عن طريق انزيم بنسميه اللايبو بروتين لايبيز. لما بصير له هيدروليسز عن طريق اللايبو بروتين، ماشي، لايبيز بتكسر لمادتين، اشي بنسميه الاي دي ال، ماشي، وهاي المادة مش كثير انا بتهمني صراحة، والمادة الثانية اللي هي ال دي ال. هاي المادة إلها شغل نفس الكوليسترول، هي اصلا الاسم الثاني إلها اللي هو عندك الباد كوليسترول. الاي دي ال هي عبارة عن مادة جاي مزيج بين الترايجليسرايد وبين الكوليسترول. تمام. هلا برضه من اللايبو بروتينز اللي بتطلع عندي، ماشي، في اللي هو عندك الليفر من عمليات البروسيسنج اشي بنسميه اللي هو عندك الاتش، ماشي، دي ال، وهذا بيطلقوا عليه اسم البرودكتيف اللي هو عندك كومباوند. طيب هسه حط لي هاي المركبات اللي حكيت لك عنها كلها في بالك، اللي هو الفي ال دي، ما الفي ال دي ال، ماشي، واللي هو عندك اللي حكينا عنه بالاول اللي هو الكيلو ميكرون وغيرها. ليش؟ لانه انا هسه راح احكي لك عنها بالضبط في السلايدات، بس خليك معي شوي. تمام. هلا هاي اللايبو بروتين اللي انا طلع عندي هون، تمام، وصار عندي اللي هو موجود عندي في السيركوليشن، راح يكون له تراكيز معينه في السيركوليشن. هسه احنا بنعرف انه كل المواد اللي بتنزل في دم الانسان او موجوده في جسم الانسان في اي منطقه كانت تكون، المفروض تكون موجوده ضمن الفسيولوجيكال ليميت، رينج محدد لها، الموضوع مش سايب. تمام. لازم يكون لها رينج بيبدا من نقطه وبينتهي في نقطه، اقل من هذا الرينج، تمام، يعني مشكلة، أعلى من هذا الرينج يعني اللي هو باثولوجيك ستيت، يعني إحنا دخلنا في مرض. نفس الفكرة بالنسبة للليبيدز اللي بتكون موجودة في دم الإنسان. هاي الليبيد حكيت لك عن الكوليسترول، الكوليسترول بالوضع الطبيعي المفروض يكون أقل من 200. الأتش اللي هو الترايجليسرايد المفروض يكون أقل من 150. تمام. هسا عندك ال دي ال اللي حكيت عنه قبل شوي واللي كان جاي من تكسير اللي هو ال في، ماشي، دي اللي هو المركب كان اسمه ال في ال دي ال، قديش المفروض يكون تركيزه؟ اقل من 100. ال اتش دي ال كون انه برودكتيف ولسه انا ما فهمت شو وظيفته بس راح احكي لك عنه كمان شوي، المفروض يكون اكبر من 60. شو بدي انا من هاي الارقام؟ لوين بدي اوصل؟ بدي اوصل انه اذا زادت او قلت هاي الارقام عن الرينج الطبيعي تاعتها، اعرف انه انا دخلت في مشكله. هاي المشكله شو بنسميها؟ ارتفاع الليبيدز عن المعدل الطبيعي في جسم الإنسان بنسميها بتعريف حرفي هايبر ليبيديميا. تمام. لهذا السبب تعال شوف شو عرف لك إياه في السلايدات، عرف لك الهايبر ليبيديميا على إنها increase in the plasma lipoprotein بشكل عام، لأنه قبل شوي أنا حددت لك أنواع عديدة من اللايبوبروتين، ماشي، and is one of the risk factor for ischemic heart disease. لهذا السبب أنا لما بلشت معاك الفيديو حكيت لك إنه الهايبرليبيديميا أنا بعتبرها من الديسولدر التابعة للكارديو فاسكولار سيستم. ليش؟ لأنه عندك هايبرليبيديميا يعني أكثر عرضة للإسكيميك هارت ديسيز.
تمام. طيب بعد هيك رجع حكى لي عن انواع اللي هو الليبيد، ماشي، اللي ممكن انت تلاقيها في البلازما. اول شيء حكينا انه ممكن تلاقي كوليسترول، وحكينا قبل شوي المفروض في الدم يكون تركيزه اقل من 200، او اللي هو تواجده الترايجليسرايد اقل من 150. الفوسفوليبيدز ما حكى عنها، ماشي، او يعني ما راح يجيب لك سيرتها في الفارماكولوجي. الكوليسترول اند الترايجليسرايد ار انسوليوبل زي ما حكينا في البلط، يعني اذا مشيتهم في البلط ما راح يمشوا، ماشي، اند ذير فور كاريد از لايبو بروتين. كيف حولتهم للايبو بروتين؟ رحت انا على الليفر قلت له يا ليفر لو سمحت حط عليهم بروتين بس عشان يقدروا يتحركوا في الدم بطريقه حره ويوصلوا للتشو اللي بدهم اياه. تمام الكلام؟ في هذا السلايد حكى لك عن التايبس اوف ذي اللي هو عندك اللايبو بروتينز، حكيت لك عن اللي هو الكيلوميكرون، حكينا انه بيحتوي على ترايجليسرايد بنسبه من 85% الى 90%. هذا انت من وين بتجيبه؟ من اللي هو مصادر الاطعمه اللي فيها ترايجليسرايد. الفي ال دي ال حكيت لك انه هذا المركب التريجليسرايد في نسبته بتكون اكبر من الكوليسترول. طبعا هذا الشيء، هذا المركب وين بيتم تصنيعه؟ في الليفر، لما بيصير له هيدروليسيس عن طريق انزيم سميت لك اياه اللايبو بروتين لايبيز، بيتكسر لمادتين اللي هي عندك الاي، ماشي، اللي هو عندك الدي ال والال دي ال. الاي دي ال هي ماده ميكست من التريجليسرايد والكوليسترول، اما الال دي ال فهي عباره عن كوليسترول بشكل اساسي. لاحظ انه القصه كلها ماشي بتدور حوالين التريجليسرايد وحوالين الكوليسترول. وذكرت لك انه اللي هو الاتش دي ال هو عباره عن برودكتيف. خلي لي هاي النقطه شوي، وما بننسى نحكي انه اللي هاي اللي هو اللايبو بروتينز لما بتنزل عندي في السيركوليشن، لما بتروح عندي على اللي هو البلد، ذكرت لك قبل شوي انها بتكون بتراكيز معينه في جسم الانسان، صح؟ طيب اللي هي ضمن فيسيولوجيكال ليميت. في سؤال كثير مهم، هل معقول انه جسم الانسان بيصنع كل هاي المواد او بيفرزها للبلد، ماشي، بتراكيز 100% صحيحه او دقيقه؟ لا، لانه جسم الانسان اي ماده على ابسط مستوى الا ما يطلع عندي كميات زياده عن اللزوم، عن حاجه الانسان بيطلع كميات زياده. يعني إشي طبيعي اني الاقي اكسسيف اماونت اوف ذا كوليسترول موجود عندي في البلد، او اكسسيف اماونت من الترايجليسرايد موجود عندي في البلد. طيب الجسم بهاي الحاله شو راح يساوي؟ اول إشي جسم الانسان، تمام، ما راح يروح يعطيك مؤشرات والله انه دغري انه الجسم صار في عنده مشكله اللي هو بارتفاع الكوليسترول والترايجليسرايد، وراح يلجا انه يطلع عندي ساينز اند سيمبتومز. بس تروح تفحص يقول لك الدكتور اوكي انت عندك هايبرليبيديميا. لا، بالاول الجسم بيحاول يعمل كوركشن منه لحاله، هيك الله خلقه، بيتبع الخلل منه لحاله، بس يحط ايده على الخلل، تمام، بيكون في عنده correction mechanisms حسب اللي هو السيستم اللي انا بشتغل فيه، او حسب الاورجن اللي طلع عندي هاي الماتيريالز. هسا عندك اللايبو بروتين اللي انا اصلا طلعتها للدم، من وين مصدرها؟ من الليفر. فالليفر لما يحس، ماشي، انه صار في عندي مشكلة، تمام، بارتفاع مستويات الكوليسترول على سبيل المثال في الدم، شو بيروح بيعمل؟ بيروح بيطلع عندي مادة اللي هو ال HDLD. بيروح بيجي هاي المادة بس تطلع عندي للبلد، بتمسك في الكوليسترول، بتقول له يلا قدامي على الليفر، ماشي، بترجع عندي مرة ثانية على الليفر. وبس ترجع على الليفر شو بتعمل له؟ degradation، تحطيم. وبهاي الحالة ايش بضمن؟ انه انا ما وصلش عندي للسيركوليشن الا الكميات اللي انا بدي اياها بالضبط من الكوليسترول. بالطريقة هاي اوكي الكوليسترول ماشي راح يوصل بتراكيزه او بالرينج تاعه الطبيعي، ماشي، للخلايا، والخلايا تستخدمه بطريقة كثير كويسة، وما يكون في عندي اي مشاكل لا زيادة ولا نقصان. يعني هذا ال HDL ما راح يشتغل اكثر من شغله وينقص لي كميات الكوليسترول عن الطبيعي، لا، بس راح يروح يتحسس الاكسسيف اللي الخليه مش بحاجته، بيرجعه على الليفر، من الليفر شو راح تعمله؟ ديجريديت اللي هو تكسير او تحطيم جوا الليفر. ماشي الكلام؟ طيب هلا في فكره كثير مهمه، شو بيصير، ماشي، لو انه هاي الكوركشن، لو شو بيصير لو انه كميات الكوليسترول اللي طلعت عندي على البلد اكبر من استيعاب ال HDL؟ معنى انه ال HDL ماشي لقى او الليفر تحسس انه في عندك ارتفاع، صار في عندي، عرفت انا انه صار في عندي ارتفاع بالكوليسترول، بكميات الكوليسترول الموجوده عندي في البلد، طلعت ال HDL، ال HDL ماشي قام بشغله، راح جاب كميات من الكوليسترول ورجعها على الليفر، ولكن ما قدر يرجع كل الاكسسيف اماونت من الكوليسترول على الليفر. بهيك حاله شو راح يصير عندي؟
بهيك حالة يا سيد العزيز ماشي، راح يبلش تراكم الكوليسترول فعليا. وين راح يبلش تراكم عندي اللي هو الكوليسترول في البلد. لما بيتراكم عندي اللي هو الكوليسترول اللي هو في البلد، بهاي الحالة ماشي راح تبدأ تظهر عند الإنسان اللي هو الساينز اند سيمبتومز اوف اللي هو الهايبر ليبيديميا. ليش؟ لأنه ارتفعت تراكيز الكوليسترول عن الوضع الطبيعي، ارتفعت تراكيز اللي هو الترايجليسرايد عن الوضع الطبيعي، فالإنسان راح تظهر عنده اللي هو الساينز اند سيمبتومز اوف الهايبر ليبيديميا. انه انا عرفت الهايبر ليبيديميا في اول سلايد على انها الانكريز ان دي بلازما لايبوبروتين ان جنرال، وشفنا في انواع اللايبوبروتين انها بالاصل هي عباره عن تراكيز يعني مكونات هالاساسيه، اما ترايجليسرايد او اللي هو عندك الكوليسترول او الميكس منهم الثنتين، تمام؟ فلهذا السبب لما بتطلع عندي الساينز اند سيمبتومز راح تكون تابعه لمين؟ للهايبر ليبيديميا. الانسان كيف راح يعرف؟ بس تظهر عليه مجموعه من العلامات والعوارض، بيروح على اللي هو الطبيب، بيعمل فحص، هذا التست بيطلع فيه كل النسب تاعت الكوليسترول والاتش دي ال والال دي ال والترايجليسرايد، راح يطلع معاه بالنتيجه ان الكوليسترول اكبر من 200 او نسبه اعلى من 200، الترايجليسرايد اكثر من 150، والال دي ال اكبر من 100، والاتش دي ال ما راح يكون على الاغلب نسبته ما راح تكون متغيره، لانه الاتش دي ال هيو هذا مركب برودكتيف، يعني على الغالب ما راح يكون في مشكله، لكن المشكله بتكون بزياده الكوليسترول والال دي ال والترايجليسرايد، بارتفع تراكيزهم اللي هو عندك في الجسم. طيب بهيك حاله شو اللي راح يصير؟ هل انه انا بدخل المريض دغري على الميديكيشن، يعني انه بعطيه ادويه دغري حسب حاله المريض؟ اذا الهايبر ليبيديميا لسه في المراحل الاوليه ماشي منها، وانت بتعرف انه الموضوع مش يعني مش حاله خاصه بالهايبر ليبيديميا، اي مرض بالدنيا، تمام؟ قلنا اي مرض بالدنيا لما بيكون ان انت بتتعقبه في اول مراحله، تمام، بتقدر انك تتخلص منه باقل اضرار عائده على جسم الانسان، يعني ممكن ما تلجا للدواء دغري. نفس الفكره في الهايبر ليبيديميا، اذا كانت لسه في مراحلها الاوليه، اول شيء الطبيب بيعطي للمريض حميه انه ما بيصير تاكل اطعمه موجود فيها كوليسترول او ترايجليسرايد او فات بشكل عام لحد ما جسمك ما جسمك يتصرف بكل الكوليسترول الزياده الموجود فيه، تمام؟ او انه اذا كان اللي هو البدي ماس اندكس تاعت اللي هو الشخص، يعني طوله مش متناسق مع عرضه، فبالتالي عنده ايش؟ اوبيسيتي، زياده عن اللزوم، الدكتور بيكتب له على رجيم معين بحيث انه يخفض من وزنه، تمام؟ طبعا هسا لما انت بتشتغل اللي هو بالرجيم، الجسم بصير يسحب من الفات او الكوليسترول الموجود عندي، الاكسسيف الموجود في الجسم، فتلقائي راح تقل كميات الكوليسترول. طيب هسا انا اكتشفت المرض في اوله واعطيت للمريض حميه واعطيته دايت علشان انه يقلل من وزنه، لكن لسه اللي هو مستويات الكوليسترول او لسه الهايبر ليبيديميا عنده شغاله، شو بهاي الحاله شو بدي اعمل؟ لازم اعطيه ميديكيشن. او اذا اكتشفت المرض في مراحل متاخره، بمعنى انه المريض صار اندر ذا ريسك اوف اللي هو الاسكيميا كارد ديزيز او الاثيروسكليروسيس، بمعنى انه الحاله ما بتتاخر لحد ما امشيه على حميه او لحد ما اخليه يخفف من وزنه، دغري بدخل على الميديكيشنز، تمام؟ طيب نيجي الآن على الدرج ثيرابي اوف ذا هايبر ليبيديميا. ايش هي الأدوية اللي انا بستخدمها في علاج اللي هو الهايبر ليبيديميا، تمام؟ طيب هلا بالنسبة للأدوية اللي بستخدمها في علاج الهايبر ليبيديميا، اول مجموعة بنسميها ال HMG كو اللي هو ريدكتيز انهيبيتورز، او بنسميها عندك اللي هو الاستاتينز. هلا اول شيء شو معنى او شو هو ال HMG كو ريدكتيز؟ هلا هذا هو عبارة عن انزيم، هذا الانزيم مستخدم ماشي في السينثيسيس تاع الكوليسترول، داخل في الباثوي تاع الكوليسترول، في تصنيع الكوليسترول. فلما انا بعمل انهيبيشن او تعطيل ماشي لهذا الانزيم، معناته راح يقل عندي ايش؟ اللي هو تصنيع الكوليسترول، وبالتالي لما بيقل تصنيع الكوليسترول بتقلل النسبه الواصله منه او الكميات الواصله منه للدم، فايش بتقل عندي اللي هو الهايبر ليبيديميا الموجوده في الجسم، بساعد الجسم على انه يتخلص من الاكسسيف كوليسترول الموجود في الدم. طبعا المجموعة الكبيرة من اللي هو هاي الانهيبيتورز بنسميها عندك الستاتينز، ماشي في عندك اللي هو أدوية بنسميها عندك اللي هو السيمفاستاتينز، ماشي في عندك اللي هو الأتروفاستاتينز، إذا هم من عيلة الستاتينز، ماشي؟ سيمفا واللي هو الأتروفاستاتينز. طيب عندك اللي هو المجموعة الثانية من اللي هو الأدوية بنسميها البايل، ماشي عندك اللي هو الأسيد سيكويسترينز. طبعا إيش فكرتهم هذول؟ هلا احنا حكينا انه الكوليسترول ماشي بيجيبوا الليفر،
تمام، الكوليسترول بيجيبوا الليفر وبيحوله ماشي لبايل اسيد، وقلنا انه البايل اسيد هاي بتفيدني بعمليه الدايجستشن. طيب هسه هاي الادويه ماشي، زي طبعا عندك اللي هو الكول استرامين، طبعا هذا الدواء ماشي اول ما بيدخل للجسم شو راح يعمل؟ راح يروح يعمل كومبلكس مع البايل اسيد. اول ما يدخل على الجسم راح بيروح بيعمل معاه كومبلكس مع هذا البايل اسيد. لما بيعمل كومبلكس مع البايل اسيد راح يقلل اللي هو الابزوربشن تاع البايل اسيد. لما بيقلل الابزوربشن تاع البايل اسيد بخليه ينزل وين؟ في الستول دغري ماشي، بيوديه على الستول دغري، ومن الستول بيطلع عن طريق اللي هو اليورين برا جسم الانسان. بهاي الحالة أنا شو بكون عملت؟ بكون قللت اللي هو كميات البايل أسيد الموجودة عندي في الدم. شو استفدت من هاي الخطوة؟ بس أقلل عندي البايل أسيد اللي هو الموجود عندي اللي هو في الدم، راح أجبر الليفر على إنه يستخدم من الكوليسترول الموجود عندي بكميات كبيرة في الدم عشان يرجع يحول اللي هو يعوض الناقص من البايل أسيد. فبالتالي انا هيك بكون بسحب بطريقه غير مباشره من الكوليسترول المتراكم عندي اللي هو في الدم، فبرضه برجع لنقطه اللي هو تقليل نسبه الهايبرليبيديميا الموجوده عندي ايش في الدم. تمام. طيب هسه بالنسبه الى اللي هو عندي المجموعه الثالثه اللي هي بنسميها عندك الاكتيفيتورز ماشي اوف ذا لايبو بروتين لايبيز، وحكينا انه اللي هو اللايبو بروتين اللي هو لايبيز هو اللي بيستخدم بيتم تحطيم او المستخدم في تحطيم ماده ال في دي اللي هي الترايجليسرايد، فيها بيكون نسبته اكبر من اللي هو الكوليسترول ماشي. طبعا مثال عليها اللي هو الفينوفايبريت ماشي، او المجموعه بشكل عام بنسميها الفايبريتس. تمام. طيب المجموعه اللي بعديها اللي هو الانهيبيتورز اوف ذا اللي هو اللايبوليسيس. هسا عندك اللايبوليسيس هي عمليه تحطيم الاغذيه ماشي الى اللي هو عندك ليبيدز كوليسترول وما كوليسترول والقصص هاي. فاذا انا بوقف عمليه اللي هو اللايبوليسيس ماشي طبعا عن طريق الادويه زي مثلا نيكوتينيك اسيد، راح يقل عندك الكوليسترول الواصل للدم. نقطة كثير مهم تعرفها وتميزها، النيكوتينيك اسيد اشي بيختلف كليا عن النيكوتين ماشي، هذا بجهة وهذا بجهة. النيكوتين ماشي يا سيد العزيز هو عبارة عن اللي هو الجانجليونيك انتاغونيزم ماشي، هذا الاشي حكينا عنه في الاوتونوميك نيرفوس سيستم، فما تخبط بين الشغلتين مع بعض. اخر مجموعه عندي فهي الانهيبيتورز اوف ذا انتستاينال كوليسترول ابزوربشن. ايش الفكره فيها هاي؟ هلا إن لما انت بتقلل الابزوربشن ماشي تاع اللي هو الكوليسترول، لما بينزل عندك الطعام ماشي بينزل عندك اللي هو في الانتستين، بينزل عندي اللي هو الليبيد في الانتستين ماشي، ويصير له دايجستشن من القصص هاي، بقلل الابزوربشن تاع الكوليسترول بحيث انه ما تروح منه كميات كبيره ماشي لا الليفر والقصص هاي، بالتالي انه انا بقلل الكميه المفرزه من الكوليسترول للدم. تمام. هلا لما بتقل عندك اللي هو كميه الكوليسترول الواصله للدم، بس برضه انا بكون بالطريقه هاي ساهمت بتقليل الهايبرليبيديميا الموجوده عندي اللي هو في الجسم. تمام. ننتقل لا اللي هو النوع الثاني من الديس اولدرز واللي هي الشوك. يا سيد العزيز بشكل عام ماشي رح نعرف ايش هي الشوك بالاول. بشكل عام الشوك يا سيدي الفاضل هي كتعريف اللو بلود بيرفيوجن تو ذا تيشو، يعني انا عندي كل اورجن بالدنيا ماشي بيكون وصلت له مجموعه من اللي هو الشرايين ماشي، هاي الشرايين بيكون ماشي فيها اللي هو البلد. هلا كميه الدم الواصله للاورجن اللي بتغذي هذا الاورجن بتودي له اللي هو عندك الاو 2 والنيوترينتس الثانيه ماشي، لازم في عمليه اللي هو البيولوجيكال اند اللي هو الميتابوليكال رياكشن عشان تطلع لي بالاخر اللي هو اكشن معين او اللي هو تادي لي فانكشن معينه. هلا كميه الدم اللي عملت كل هذا الاشي او ساهمت في كل هاي البروسيس بنسميها البيرفيوجن اوف ذا بلاد. تمام. هلا بيحدث في بعض الحالات انه يصير في عندك اللي هو البيرفيوجن او كميه الدم الواصله ماشي لهذا الاورجن على سبيل المثال انها تقل لسبب او لاخر طبعا، وبالتالي كمية الأكسجين الواصلة أقل، كمية النيوترينتس الواصلة أقل، وبالتالي لو راح يصير في عندك ديفكتيف في البيولوجيكال أند الميتابوليكال رياكشن تاعت السل، ومنه اللي هو عندك الفانكشن تاعتها راح تكون ديفكتيف. تمام. يعني راح تكون بأقل من المستوى المطلوب بالنسبة لهاي الخلية. تمام. طيب هلا بما انه صار في عندك ديفكتيف في الفانكشن تاعت الخلية، هذا راح ينتج عنه ما يسمى بالسيلولر ماشي انجري على مستوى الخلية. الضرر اللي صار عندي على مستوى الخلية من اللي هو نقصان البيرفيوجن تاعت اللي هو البلد لخلية معينة على مستوى الخلية، الضرر راح يكون انه سيلولار انجري. على مستوى النسيج الضرر راح يكون عندك الان ادكويت فانكشن تو ذا تيشو.
هلا لما بيكون في عندك التشيو ما بيعمل الفانكشن تاعونه بشكل كويس، تمام، على مستوى الاورجن راح يصير في عندك ديفكتيف ان ذا اللي هو الاورجن، اللهم صل على سيدنا محمد، ديفكتيف ان ذا اورجن اللي هم فانكشنز. هلا الديفكتيف في الاورجن فانكشن اللي راح يصير عندي نواتجها شغلتين اساسيات بشكل عام، راح ينتج عنها امرين. الامر الاول ماشي انخفاض كبير في البلد بريشر تاع جسم الانسان كرفلكسز بالنسبة للجسم، والشيء الثاني رح يرتفع عندك معدل اللي هو النبض، يعني رح يصير في عندك زيادة في الهارت ريت. هاي النقطة ماشي كلها على بعضها، هي أو يعني كل هاي البروسيس اللي حكيت لك عنها مشتركة بين كل أنواع الشوك المختلفة، تمام، بين كل أنواع الشوك المختلفة. هلأ اللي هو الانخفاض المفاجئ ماشي عندي اللي هو في البلد بريشر، انت بتعرف انه الانخفاض المفاجئ في البلد بريشر بيدخل الانسان في كوما، في غيبوبه، بس يفوت في غيبوبه احيانا، قد تكون الغيبوبه هاي هي القاضيه، الانسان ما بيقوم منها بالوضع الطبيعي بدون اي مشكله في الكارديوفاسكولار سيستم، يعني بدون اي مشاكل في الترويه تاعت الدم الواصل لاي نسيج في الدنيا، ممكن الانسان اندر ذا ستريس ينزل ضغطه على السريع ويدخل في غيبوبه، فما بالك عاد لما بيكون اصلا في عندك باثولوجيكال ستيت ورا هذا الموضوع. هسا الشوك عندي انواع، لكن هاي الانواع اللي بيميز النوع عن الثاني اللي هو الطريقة اللي بوصل فيها لنتيجة انه البير فيوجن تقل عن الاعضاء الموجودة في جسم الانسان، تمام، او بير فيوجن قل على عضو معين دون الاخر، ولكن بالنهاية ان رح اوصل لنفس النتيجة من حيث انخفاض في البلد بريشر ماشي وزيادة في الهارت ريت، تمام، وبالتالي استيل اللي هو الشوك بغض النظر عن نوعها هي لايف ثريتنج اللي هي مهددة لحياة الإنسان. عرف لي الشوك هون على إنها بتصير لما إنه السيركوليشن تاعت الأتريال بلود إز إن أديكويت، ماشي، اللي هو تو ميت ذا تيشو ميتابوليك نيد، هذا الإشي حكيناه في اللي هو السلايد اللي قبل. نيجي الآن على أنواع الشوك، نميز كل نوع عن الثاني وبعدين نعرف كيف رح نتصرف معها. أول نوع من هاي اللي هو عندك الشوك بنسميها الكارديوجينيك، اللي هو عندك شوك. الكارديوجينيك شوك فكرتها كالتالي، أنت بتعرف إنه أنا هون عندي القلب بشكل أساسي، رح نرسم بس جهة واحدة من القلب، عندي هاي القلب تو تشامبرز، في عندك الأتريوم وفي عندك الفنتريكل. هلا هو موصول بشرايين، هون بيكون في عندك اللي هو الوريد وهون بيكون في عندك اللي هو الشريان. الأصل إنه كمية الدم الجاي من السيستميك سيركوليشن والواصلة إلى البلد نفس الكمية اللي وصلته ماشي تدخل عندك اللي هو في القلب، ومن القلب عن طريق الفنتريكل أضخ نفس الكمية كلها ماشي مرة ثانية للسيركوليشن، بتلف وبترجع بنفس البروسيس بنكمل. إذا كمية الدم اللي هو الفينس ريتيرن اللي كان عندي هون كان مساوي لكمية الكاردياك أوتبوت، يعني الدم اللي دخلته طلع كله ماشي من القلب ورجع مرة ثانية على السيستميك سيركوليشن، وقتها بحكي إنه القلب بيكون إفكتيف effective heart، يعني ما فيهوش ولا مشكلة. ولكن لو حصل، تمام، وانه كمية الدم اللي وصلت عن طريق الفينز ماشي للقلب ما انضخت كلها، ماشي ما انضخت كلها لا السيركوليشن، وانما انضخ كميات اقل من الكميات الواصلة للسيركوليشن، هون راح اعرف انه صار في عندي مشكلة. وعادة هاي المشكلة بنسميها الهارت فيلر، او بصيغة ادق ماشي بموضوعي بنسميها الفنتريكل فيلر. شو فكرة الفنتريكل فيلر؟ فكرتها يا سيدي العزيز انه الفنتريكل ما راح يكون قادر على ضخ كل كميات الدم اللي وصلته، يعني هسا احنا حكينا انه انا ماشي وصلني دم عن طريق الفينز ماشي اجى على الاتريوم، من الاتريوم نزل في الفنتريكل، الفنتريكل راح يكون في عنده رابتشر ماشي او اللي هو عندك انجري معينه، بالتالي اللي هو قدرته على الكونتراكشن راح تكون اقل، اذا الكونتراكتيليتي تاعت الفنتريكل قليله، بما انه الكونتراكتيليتي تاعت الفنتريكل قليله معناته الايجكشن تاع الفنتريكل يعني قدرته على ضخ الدم راح تكون اقل من المعتاد، وعليه فانه كميه الدم اللي راح تطلع عندك كاز كاردييك اوتبوت راح تكون اقل من اللي هو الوضع الطبيعي. وبما انه الكارديك اوتبوت عندي راح يكون اقل من الوضع الطبيعي، يعني كميه الدم الواصله عندي للتيشوز ماشي راح تكون اقل، وبالتالي برجع لفكره انه البير فيوجن عندي راح يكون قليل، ولما يقل عندك اللي هو البير فيوجن وقتها راح يصير في عندك اللي هو الشوك، بصل لفكره انه البلد بريشر راح ينزل والهارت ريت راح يرتفع. هاي الميكانيزم اللي شرحت لك اياها هي الميكانيزم تاعت اللي هو الكارديوجينيك ايش شوك،
اذا هاي الميكانيزم اللي حكينا عنها قبل شوي اللي هي بتاعه الكارديوجينيك شوك، فكرتها الاساسيه انه بيكون في عندي مشكله في الفنتريكل، فالكارديك اوتبوت راح يكون اقل من الفينوس ريتيرن، وعليه فانه ما راح القلب يضخ كل كميه الدم الراجعه له مره ثانيه الى السيستميك سيركوليشن، فراح يقل كميه البيرفيوجن الواصله للانسجه. تمام. طيب في الكارديوجينيك شوك الان انا بدي اهم شيء عندي الان انه انا اصلح العطل علشان انقذ المريض من الانخفاض المفاجئ اللي صار عنده في البلود بريشر. شو بروح بعمل؟ المشكله عندي وين؟ في القلب. بروح بدخل دواء يشتغل على القلب. القلب عليه ايش؟ ريسبترات من نوع بيتا 1. تمام. بالتالي انا بروح بجيب دواء بيشتغل على الريسبتر الموجود على القلب اللي هي ادويه بتشتغل على البيتا 1. فشوي الأدوية اللي راح أستخدمها، راح أستخدم الدوبامين، ماشي، وفي عندك اللي هو الدوبيوتامين، ماشي، اللي هو الدوبيوتامين. هذول الدوايين بيروحوا على القلب اللي هم البيتا 1 ريسبتر الموجودة على الهارت، بس يشتغل على البيتا 1 ريسبتر الموجود على الهارت، بيعمل كوركشن بطريقة معينة وبيحسن اللي هو الكارديك أوتبوت، بتخطى مشكلة البيرفيوجن. بس يرجع البيرفيوجن بينزل عندي الهارت ريت للوضع الطبيعي، وبرتفع عندي البلد بريشر لايش؟ للإشي اللي كان عليه او لوضعه الطبيعي، وبنقذ حياة المريض بهذا الإشي. طيب نيجي على إشي ثاني بنسميه سيبتيك شوك. طيب ركز معي في السيبتيك شوك. هلا انا عندي اورجن، تمام، انت بتعرف انه جسم الانسان عرضه، ماشي، لانه يتعرض ل اللي هي الانفكشنز. تمام. دخلت عندي انفكشن معينه على هذا الاورجن. الإشي الطبيعي، ماشي، انه لما يدخل عندي انفكشن جوا اللي هو الجسم، هاي الانفكشن تتعامل معاها التيشوز تاعت اللي هو الاورجن، يعني تيشوز معينه من هذا الاورجن. اوكي، هاي مش تيشوز، سوري، سيلز معينه في هذا الاورجن علشان تواجه هاي الانفكشن. هلا هاي السيلز ممكن في اثناء الريسبونس اللي راح تعملها عشان تواجه الانفكشن اللي تعرضت لها، ممكن انها تتعرض لدمج، ولكن الدمج اللي صار في السيلز لا يرتقي، يعني او ما وصل في خطورته لدرجه انه يعطل وظائف الاورجن بالكامل، ماشي، او لدرجه انه يعمل لي دمج او انجري في الاورجن. لا، الدمج بيكون لوكالي، ماشي، ولا يذكر، يعني بسيط كثير، عدد معين بسيط من الخلايا، سهل، يعني بيكون سهل جدا علي استعادته باني اصنع خلايا مره ثانيه من نفس النوع. تمام. وبرجع الاورجن ما شاء الله عنه وبتغلب على الانفكشن. تمام. وهذا الشيء اتوقع اخذته في الانفلاميشن، اللي هي الاليه اللي بيتعامل فيها اللي هو الجسم مع اللي هو الانفكشن لما بتدخل عليه، ماشي، بيكون في عندك اللي هو السايت اوف انفلاميشن او السايت اوف ذا انفكشن. في السايت اوف ذا انفكشن في مجموعه من الخلايا هي اللي راح تواجه، فهي المجموعه، هاي الخلايا ممكن في اثناء الريسبونس تاعتها انها تتعرض لدمج، لكن هل هذا الدمج خطير لدرجه انه ياثر على وظائف الاورجن؟ لا، مش خطير لدرجه انه ياثر على وظائف الاورجن. ولكن في السيبتيك شوك فكرته انه لما الاورجن، ماشي، الاورجن راح يصير له دمج او راح يتعرض لانجري في اثناء عمليه الريسبونس اللي بيعملها ضد الانفكشن، هذا الريسبونس او هذا الدمج اللي صار فيه lead to the dangerous low blood pressure and اللي هو abnormalities cellular metabolism. يعني الدمج اللي صار عندي في اللي هو الاورجن هون راح يؤدي نفس الفكرة، راح يوديني لنفس النقطة، انخفاض عندي في اللي هو البلد بريشر تاع اللي هو المريض، ويدخل في كوما، وراح يؤدي إلى ارتفاع عندي في الهارت ريت، وعندك abnormalities في الميتابوليك فانكشن. طيب هاي الميكانيزم اللي حكيت لك عنها بنسميها السيبتيك شوك. طيب شو مشكلتي مع السيبتيك شوك؟ مشكلتي يا سيد العزيز مع اللي هو السيبتيك شوك انه أدت إلى انه صار في عندك اللي هو مشكلة في اثناء اللي هو البير شو اسمه، ادت الى مشكله في العضو في اثناء عمليه ايش؟ في اثناء عمليه مواجهته لا اللي هو الانفكشن. طب شو الادويه اللي راح اتعامل معاها في هذا الاشي؟ انا الان هدفي كلياته اني ارفع البلد بريشر تاع المريض. كيف برفع البلد بريشر تاع المريض؟ الموضوع كثير سهل، بروح بجيب ادويه من نوع الالفا 1 اجونست. شو فكره اللي هو الالفا 1 اجونست؟ هاي الالفا 1 اجونست راح تشتغل على البلد فيسل، راح تقولي لها يا بلد فيسل اعملي فازو كونستريكشن. تمام. راح تعمل فازو كونستريكشن في البلد فيسلز، ك اللي هو فاز في الريفلكسز اللي راح يعمل الجسم للفازو كونستريكشن، راح يرتفع عندك ايش؟ اللي هو البلد بريشر، وبالتالي انا بكون انقذت المريض من اللي هو الانخفاض المفاجئ في البلد بريشر، وممكن اللي هو يعني يفوق من الكوما تاعته. طيب
الآن بالنسبة إلى اللي هو عندك النوع الثالث بنسميها اللي هو الأنفلاكتيك شوك. طيب شو فكرة اللي هو عندي الأنفلاكتيك شوك؟ فكرة الأنفلاكتيك شوك هي عبارة عن اليرجيك رياكشن، تفاعل حساسية. راح أعطيك إياه مثال بموضوع له علاقة بالفارماكولوجي. على سبيل المثال، أنت أعطيت دواء لمريض، هسا في بعض الأدوية المرضى بيكون عندهم حساسية منها، نفس فكرة ما يكون عنده حساسية من البيض أو من الفراولة أو غيرها من هاي الأشياء. لنفترض أنك أعطيت دواء لمريض وهو اصلا بالاساس عنده حساسيه، نسيت تساله اذا عنده حساسيه او لا، فانت اعطيته اياه لهذا الدواء وهو اصلا بالاصل كان عنده حساسيه، شو اللي راح يصير؟ هذا الدواء ماشي راح يدخل على اللي هو جسم الانسان، على السيركوليشن تاع جسم الانسان. راح يتنبه الجسم لهذا الدواء على اعتبار انه ماده غريبه. فلما تدخل ماده غريبه باصل الموضوع، راح يشتغل عندك الاميون سيستم. كاستجابه من الاميون سيستم راح يتم افراز اللي هو انتي بودي بنسميه الاي جي اي. هلا هذا الاي جي اي دغري بيروح على خلايا بنسميها الماست سيلز، ماشي بنسميها الماست سيلز. هاي الماست سيلز شو فكرتها؟ بتروح بتطلع اللي هو عندك، بس يرتبط على الماست سيلز بخليها تفرغ الحويصلات اللي فيها، وهذا الشيء اخذتوه في الباثولوجي او راح تاخذوه في الباثولوجي. هلا الماست سيلز لما تفرغ محتوياتها، اخطر محتوى من كل هاي المحتويات واللي بيهمني شيء بنسميه الهستامين، ماشي مادة بنسميها الهستامين. هاي الهستامين راح تحفز عندك الانفلاماتوري رياكشن او الاليرجيك رياكشن، بحيث راح تعمل لي فازو كون شو اسمه كونستريكشن في اللي هو لانج سموث مسل، راح تزيد البرميابيليتي تاعت البلود فيسلز، واهم شيء انها راح تقلل عندك البلود بريشر وترفع الهارت ريت تاع اللي هو الانسان. بالتالي انا على بالتالي طبعا نفس الفكره، كوما واللي هو لايف ثريتنج نتيجه للشوك اللي صارت عندي. طيب انا كيف راح اتخطى هذا الموضوع؟ راح اتخطى هذا الموضوع باني اجيب انتي هيستامين، او مش انتي هيستامين، بصيغه ادق فيسيولوجيكال انتاجونيزم فور هيستامين، ودواء بنفس الوقت يعمل رفع للبلد بريشر اللي هو عندك مين؟ الابيرفرين. ماشي عندك اللي هو الابنفرين، تمام. طيب هسه بالنسبة للنوع الأخير ماشي، من اللي هو عندك الشوك اللي هو بنسميه عندك السباينال، ماشي اللي هو شوك. مبدئيا هذا موضوع كثير متشعب وكبير، ولكن فكرته انه مرات هلا انت عندك هون النك، ماشي انت عارف انه السباينال كورد واقع في منطقة اللي هو عندك النك، ماشي. هسه هذا السباينال كورد اذا صار في عندك فازو كونستريكشن، ماشي، تضيقات في اي اللي هي عندك في البلود فيسلز الواصله للسباينال كورد، راح تقل الترويه الواصله للسباينال كورد، بالتالي هذا الاشي راح يعمل لي انجري، ماشي، او دمج في السباينال كورد. هذا الانجري او هذا الدمج اللي صار في السباينال كورد راح ينتج عنها السباينال شوك، فبالتالي بيكون علاجها طبعا نفس الفكره، سباينال شوك يعني انخفاض في البلود بريشر وربد هارت ريت، هذول اخطر مشكلتين في الشوك. طبعا كيف راح اعالجهم انا؟ عن طريق اللي هو دواء بنسميه اللي هو الافيدرين، تمام. طبعا انا بالطريقه هاي بكون خلصت لكم موضوع الهايبرليبيديميا وموضوع اللي هو الشوك. ان شاء الله انكم تكونوا استفدتوا، ويعطيك الف عافيه.